السلام عليكم ومرحبا بكم. حنا اليوم جيت سعداء انكم اليوم جيتوا وشرفتونا بالزياره ديالكم باش ندويو على واحد المعلومات نصحوا واحد المعلومات المخطوئه اللي كتروج في بعض الجرائد الالكترونيه وبعض صفحات المواقع التواصل. دونك مرحبا بكم. حنا اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نديروا واحد الرد على داكشي كامل اللي كيروج، ومن هنيت ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو للسوغ بلاص نديوكم تشوفوا المشروع ديالنا، تشوفوا الزبناء ديالنا اللي ديجا ساكنين الحمد لله، والناس اللي تليفراو وتسلموا الشقق ديالهم، والناس اللي ان شاء الله باذن الله اللي ان شاء الله باذن الله اللي جايين وغادي يكملوا الاجراءات ديالهم عند النوتير. مرحبا بكم. دونك معكم بسمة مستشارة تجارية في مشروع بساتين بوسكورة. حاولي لا ماشي مشكل عاود عندي اسم العائلة سيكون اسم العائلة تفضلي عرفي براس. معكم بسمة مساعدة تجارية في مشروع بساتين بوسكورة. حنا كما كتشوفوا المشروع ديالنا تبارك الله مشروع اللي كبير اللي فيه بزاف ديال لي كاتيجوري دخت شويه بزاف الفئات. ما تقدرش تعطيني شي واحد شي سؤال نبدا عاد تكررت سؤال قرات الماء لا ما عندي ما ندير بها عطات سؤال صراحه نعاود لكم من الاول. لا 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 مجموعه ديال الناس خرجوا اتهموكم بلي انكم نصبتوا عليهم عطيتهم الدور ديالهم، انت اشنو تقولي لهم امام الراي العام؟ حنا اول حاجه عمرنا ما نصبنا على حتى شي كليان. حنا المشروع ديالنا الحمد لله والشركه ديالنا قائم، المشروع ديالنا قائم بذاته كيف ما غادي تشوفوا معنا. انا غادي ندير لكم ان شاء الله باذن الله واحد الجوله باش تشوفوا الواقع اشنو كاين فيه. حنا الشركه ديالنا عمرها ما نصبت على حتى شي كليان. حنا كاينين شي كليان اللي ما قدروش انهم يتموا معنا البيع وكيطالبوا منا اننا نرجعوا لهم المبالغ التسبيق اللي عطاونا. حنا كشركه ما نقدروش نرجعوا كاع الناس لي زافونس ديالهم، لاقاش كما كتعرفوا حنا لي زاباختومون راهم واجدين، يعني واجدين للتسليم باش يجيو الناس يكملوا معنا الاجراءات ديالهم، يعني يتموا معنا البيع. حنا ما نقدروش نرجعوا كاع الناس الفلوس ديالهم، لاقاش راكم عارفين البروجي تبارك الله ماشي بروجي اللي كندويو على 100 بارتمان 100 شقه او 200، حنا راه كندويو على 4500 شقه. يعني ما يمكنش لينا حنا ديجا بنيناهم وجدناهم باش كلتا الطرفين يستافدوا. اول حاجه لو كليون يستافد انه ياخذ الشقه ديالو، والبروموتور كذلك ياخذ المستحقات ديالو. وشنو الحلول اللي اقترحتوا على هاد الناس هادو؟ حنا الحلول عطيناهم عده حلول اللي عطيناها للناس ديالنا والكليان ديالنا باش نلقاو معاهم شي حل اللي يرضي كلتا الطرفين الشركه والكليان كذلك، يعني منظر ما يكون لا ضر ولا ضرار. حنا بغينا نتموا معاهم، حنا هذوك الكليان ديالنا، وحنا عمرنا زعما ما نكرنا كليان ديالنا. حنا في استقبال كليان ديالنا اي وقيته جاوا شرفونا بالزياره ديالهم. حنا المكاتب البيع ديالنا مفتوحه، ودليل على ذلك انكم ان شاء الله باذن الله ملي غادي تمشيو تشوفوا غتلقاو باللي حنا كنسلموا الشقق لليوم، يعني كنسلموا الشقق للناس ديالهم. وعندنا الحمد لله راه مشاريع ديالنا راه غادي تشوفوهم، المشاريع اللي واجده للتسليم، وعندنا مشاريع ان شاء الله باذن الله اللي في طور الانجاز بحال بساتين بساتين الواحه ريزيدونس دو بالي اللي كاينه في كاليفورنيا، وعندنا ان شاء الله باذن الله العديد من المشاريع اللي ان شاء الله باذن الله غادي يكون فيها غير الخير. انتوما الشركه الثانيه يعني نفس البلاصه كانوا فيها جوج شركات، كان السيد الاول اللي كان عنده معاهم المشكل وجيتو نتوما، يعني هاد الناس هادو اللي تيقولوا مشى لهم ديالهم جاو عدوا فيكم نتوما، ما عدوش السيد اللي كان قبل منكم. حنا اللي كاينين في الواجهه. شكرا اول حاجه على هذا السؤال باش نوضح لكم. اول حاجه حنا عمر حنا ذاك الناس اللي خدينا ما عندهم، حنا كما كتعرفوا دخلنا على واحد المشروع اللي كان ديجا واجد. حنا البروموتور ديالنا كما كتعرفوا كارير ديال 33 زون، يعني حنا بغينا نعطيو واحد المشروع لواحد الاسر العائليه اللي يكونوا مفتخرين به ملي يكونوا داخل. حنا بغينا نديروا سكن راقي بثمن اقتصادي، يعني بغينا نعطيوهم واحد السكن اللي يكون كلشي راضي بهم. حنا هذوك الناس اللي كتقول اللي دخلنا عليهم حنا عمرنا ما دينا لهم حتى شي حاجه. كاينين شي وحدين اللي تممنا معاهم البيع وغادي تشوفوهم ان شاء الله باذن الله سوغ بلاص، اللي ديجا سكنوا في لي زابارتمون ديالهم ومرتاحين.
وكاينين شي ناس اللي ما قدروش يكملوا معنا متموا معنا البيع اللي الله يحسن العوان كل واحد وكل واحد والظروف ديالو. واخا شنو بغيتي تقولي لهاد الناس هادو اللي باقي متابعينكم في هاد لابطاج؟ شنو الرد ديالكم ديال الاعتبار؟ شنو الرد ديالكم؟ حنا بغينا حنا هاد الناس اللي كنشوفوهم في بعض الجرائد الالكترونيه او بعض المواقع التواصل حنا بغيناهم حنا في استقبالهم في اي وقت جاوا شرفونا بالزياره ديالهم. انا كممثله تجاريه وكنمثل شركه البزيوي ايموبيلي انا كنطلبوا من هاد الناس انهم يجيو يشرفونا بالزياره ديالهم لقاو معاهم واحد الحل اللي كما قلت لكم قبيله اللي يرضي كلتا الطرفين. حنا الشركه ما نضروا والكليان ديالنا كذلك ما يضرر. حنا بغينا نتمموا معهم البيع وياخذوا لي زابارتمون ديالهم وياخذوا الشقق ديالهم ويتسلموا بحالهم بحال كاع الناس اللي ديجا تسلموا الشقق ديالهم. حنا العدد المشاكين انا ما نقدرش نقول لك حنا عندنا احصائيات ديالنا بغيتوا تعرفوا يعني الارقام ديالنا جيو شرفونا بالزياره ديالكم نعطيوك كاع الاحصائيات وتعرفوا الارقام. اسمح لي غير نكمل لك الله يرحم والدي غير نكمل لك غير الفكره باش نتوما حنا راه ماشي اي حاجه كتقال راه كاينه. حنا بغينا نصححوا لذاك الناس باللي راه ماشي اي حاجه راه كاينه. حنا بالنسبه لهذوك الارقام اللي كيقولوا حنا ماشي كلهم راهم بصح. حنا تبارك الله المشروع ديالنا راه كبير راه عندنا فيه 4500 شقه يعني ما شاء الله المشروع كبير اللي حنا مفتخرين حنا كمستخدمين هنايا حنا خدامين فيه يعني بغينا حققنا العائلات واحد المشروع اللي داير سكن راقي تبارك الله اللي واخا نهار عرفتوا على الزبناء كانوا بعض الزبناء تعرضوا لواحد الاسلوب شويه قاصح منا تلقوا عليهم لي سيكوريتي كلاب شنو الجواب ديالكم؟ وسيكوريتي بداو تيضربوا فيهم حنا شوف اسيدي حنا عمرنا ما اسمح لي عافاك حنا عمرنا ما قلنا لشي سيكوريتي انه يدير العنف على شي انسان لحقاش هذا كيف ما قلتي كيبقى كليان ديالنا ولو كليون سي تان غوا. حنا كلياننا على راسنا وعينينا حنا كنحترموا اي كليان عندنا جا مرحبا به. حنا هنا هنايا في الخدمه اي كليان ديالنا يعني هنايا اللي بغى عنده شي سؤال يجي مرحبا به. حنا مكاتب البيع ديالنا سواء جاو عندنا جنان بوسكوره سواء جاو عندنا البيرو ديالنا اللي كاين في الشونتي اللي قريب اللي جا في الوسط ديال المشروع ديالنا حنا في استقبال ديالهم. عمرنا ما نضرموا شي كليان ولا عمرنا ما نديروا شي كليان ولا نطلقوا عليهم كما قلتي حاشاك هذيك الحيوانات. حنا عمرنا ما نديروها عمرنا ما غنديروها ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكليانا اللي كيقول راه عمرنا ما غنديروا حاول توضيح حيت العديد من هذوك الناس زبائن ديالكم اللي خرجوا بالتصريحات و حنا علاش جمعناكم اليوم وحنا حنا علاش جمعناكم اليوم باش نصححوا واحد المعلومات خاطئه اللي كتروج في بعض الجرائد الالكترونيه في المواقع التواصل. حنا علاش بركنا حنا اليوم باش نصححوا ديك المعلومات ان اي حاجه كتقال راه ماشي كلها صحيحه. حنا المشروع ديالنا الحمد لله والشركه المشروع ديالنا قائم بذاته يعني البروموتور ديالنا باني واحد يعني لي زابارتمون واجدين بيان سور. حنا الحمد لله السكن ديالنا راه واجد ولا ليفريزون راها ايميديات والتسليم في الحي بيان سور. حنا الحمد لله راه قلت لكم قبيله حنا الحمد لله عندنا مشاريع اللي دابا اللي موجوده والتسليم ديالها في الحين وعندنا مشاريع ان شاء الله باذن الله اللي جايه اللي غادي تكون في طور الانجاز. وكما قلت لكم راه مشاريع كثيره وهذا دليل على ذلك ان باش تشوفوا اننا الحمد لله حنا غاديين في الاستمراريه ديال المشاريع اللي غادي تكون جايه ان شاء الله باذن الله مع ديال داكشي كامل اللي كيروج في المواقع التواصل في الجرائد الالكترونيه. قولي اختي حنا سمعنا باننا حد يعني الخصوم ديالكم شركه ديال المقاولات هي اللي كتحرض الزبناء ديالكم يعني باش ديما تبقى معاهم في هذه المنازعات واش بصح الهضره؟ لا ما كناش عمرنا حنا ما حررنا شي واحد ماشي نتوما منافس ديالكم شركه اخرى. شوف حنا باش نكون واضحه معكم حنا كاينين شي ناس اللي ما عرفناش واش هما اللي حنا عارفين ان كاينين شي وحدين اللي كيدعموا الكليان ديالنا بلا ما بدون ذكر الاسم كيدعموا الكليان ديالنا كيحرضوهم اولا كيدعموهم باش يديروا لنا هذا الشيء. بيان سور عندنا جهات منافسه راه معروفه بلا ذكر الاسم. سؤال اخر اللي من عندي انا اشوف الزملاء السؤال الاخير ديالي انايا هاد الناس هادو اللي باقي دابا شحال تيديروا في وقفات وهاد الشيء هذا ولاو غيشوفوا الفيديو ديالك واش غيبقاو واش كيشوفوا المشاكل ديالهم ولا غيبقاو ديجا مستمرين في الوقفات ديالهم؟
حنا كما قلت لك حنا هنايا باركين في المكاتب البيعيه ديالنا باش نفكوا المشاكل اللي عندنا، يعني نلقاو شي حل مع الناس الزبناء ديالنا باش نرضيوهم ونرضيو كل الطرفين. حنا ما بغيناش داكشي كامل يكون، ما غنبغيو الضغط لتا شي واحد، حنا بغينا نيسروا مع الناس ياخذوا الشقق ديالهم كيف ما جاو في في 2017 شارين واحد لابارتمون، يعني اللي باغيين يتسلموها وباغيين يستافدوا منها حتى حنا بغينا ان شاء الله بين الله نيسروا معهم الامور، يجيو يشرفونا بالزياره ديالهم المكاتب البيعيه ديالنا ونيسروا معهم الامور ان شاء الله بيدينا ويتسلموا الشقق ديالهم بحالهم بحال كاع الناس. انا بيان سور عندنا مشاريع جديده ان شاء الله باذن الله اللي في طول الانجاز، بحال بساتين الواحه، بحال ريزيدونس دو بالي اللي كاينه في كاليفورنيا، وعده ان شاء الله باذن الله مشاريع اللي غادي تكون جايه. شنو الميساج اللي تقدر توصل لهاد الزبناء هذا؟ الزبناء ديالنا حنا ما كرهناكمش تجيو تشرفونا بالزياره ديالكم المكاتب البيع ديالنا باش نلقاو معكم حل اللي ان شاء الله باذن الله حتى نتوما ما تخرجوش منه مضرين وتاخذوا تسلموا الشقق ديالكم كيف ما بغيتوها. كاينين شي ناس اللي ما قادينش يتموا عامل البيع، حنا ما كرهناش لكم اننا نعطيوكم، مي حتى حنا كشركه وانا كممثله الشركه ديالنا حتى حنا ما يمكنش لينا نعطيوكم، حتى حنا تابعينا دي فورنيسور خصنا نعطيوهم باش بناو لينا، حتى حنا تابعينا عملاء اللي خصنا حنا في الاخر ديال الشهر كيبغيو الساليرات ديالهم، يعني حنا بغيناكم تكملوا معنا البيع كيف ما في الاول تونجاجيتو معنا. بالنسبه لو بري بالنسبه للاثمنه كيفاش كديروا مع الزبون؟ واش كيصدق النص ولا شويه بشويه ولا شنو الحلول اللي تتعطيو؟ حنا بالنسبه للاثمنه كاين عندنا فرق، كاين بالنسبه للاثمنه الناس لي زابارتمون اللي راهم واجدين كاين اللي كيدفع لنا 20%، كاين اللي كيدفع لنا 30%، كاين اللي كيدفع لنا 50% من الثمن الاجمالي ديال الشقه على حسب كل كليان كيفاش كيبغي يتم معنا البيع. هذا بالنسبه للواجد. بالنسبه للسوق بلو عندنا بزاف ديال المزايا، حنا كنبغيو نديرو واحد السكن اللي بدون ربا، كاين اللي كيبغي يدفع لافونس وكل ما جمع شي حاجه كيجي يحطها، ما تجي دور ديك السنتين او الثلاث سنوات اللي غيكمل فيها المشروع يكون ان شاء الله باذن الله كمل لابارتمون ديالو يعني صنداها. قلتي سكن اقتصادي بوصفات راقيه؟ بيان سور، حنا عندنا سكن اقتصادي، عندنا سكن راقي بتمام اقتصادي، يعني عندنا واحد المعايير اللي تبغيها اي عائله، اي اسره اللي تكون فيها ان شاء الله باذن الله. حنا عندنا في لي زابارتمون كياخذوا كاع لي كليون ديالنا يعني بيان فيني باي حاجه غيبغيوها ان شاء الله باذن الله. سؤال اخير على هذه القضيه ديال بيان فيني، خدمه ما بعد البيع، الناس سلموا مجموعه من الشقق اللي سلموا الناس، لقاو مشاكل فيما يخص سياسه امور شبكات كملك ولكن سول تجاوبي لقاو مشاكل فيما يخص بعض المسائل ديال فينيسيو والمسائل ديال الاضاءه الماء شبكه الماء والكهرباء، واش كاين شي حلمه بعد البيع؟ كاين شي كارونتي؟ كاين شي اصلاح كتكتبوا به نتوما كشركه ولا كتخلوا السيد منه لقوا لابارتمون ديالو وصافي ما كاين؟ لا بيان سور، حنا اول حاجه قبل ما كنوصلوا لو كليون نوتير كنديروا معاه واحد الفيزيت بريفي، يعني اي حاجه حنا كنقولوها هكا لو كليون ديالنا، كنقولوا ليه اي حاجه ما عجبتكش لابارتمون ديالكم ديالنا، يعني اي حاجه بالنسبه للفينيسيون اللي ما عجبتهمش كنصوبوا لهم هذه افون لا ليفغيزون، ابخي لا ليفغيزون كيبقى عندهم واحد الكارونتي ديال دو زون، يعني اي حاجه خسرت لهم في لابارتمون ديالهم على حساب الشركه ديالنا. حنا هذا الشيء راه غادي نديكم ان شاء الله باذن الله وغادي تسمعوه من لسان ديال لي كليون ديالنا اللي تسلموا الشقق ديالهم الحمد لله. حنا كنبقاو مع الكليان، صافي حنا ماشي صافي غير بعنا وشرينا مع الكليان صافي راه ما بقاش كليان، لا بالعكس، حنا بهذاك الكليان حنا كنكونوا الحمد لله ساتيسفي ملي كيكون لو كليون ديالنا ساتيسفي، يعني ملي كيحتاج شي حاجه في لابارتمون ديالو بالنسبه للفينيسيون حنا كنتبعوها معاه، كنبداو معاه من دو ا جوسكا زاد. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.